من السكك المختلفة شوية اللي ممكن تسلكها أو تمشي فيها عشان تزود وزن الدجاج إنك تهتم بعملية الهضم عند الدجاج وتهتم بالمناعة اللي بتحميه من الأمراض. يعني عشان تزود الوزن أنت محتاج تحافظ على صحة الدجاج من باب أولى، وكل ده ممكن تعمله بثمرة واحدة بس، ثمرة، مجرد ثمرة ممكن تغنيك عن أدوية كتيرة وتخلي فراخك وزنها يزيد، بس من باب مختلف شوية، وهو باب معالجة مشاكل الهضم ومن باب الحفاظ على صحة الدجاج. لايك على الفيديو واشترك في القناة واكتب لنا تعليقات بأي أسئلة عندك وهنجاوبك في الحال، ويلا بينا على المهم. في ناس بتشتكي ان الفراخ بتاعتها مش بتهضم كويس، يعني بينزل الزرق بتاعها عبارة عن علف صحيح زي ما هو، وده بيدل على مشكلة في الهضم عند الطائر ده. الثمرة اللي هنقدمها لكم النهاردة بتساعد على الهضم عند الطائر بطريقة آمنة وفعالة وقوية، ده لأنها بتحتوي على فيتامينات متعددة وألياف وسكريات طبيعية بتساعد على عملية الهضم عند الطائر وتخليه يهضم بشكل طبيعي وبشكل مستمر، وده بيساعد على سحب كميات كبيرة من العلف وزيادة الوزن في فترة قصيرة بدون استخدام أي كيماويات وأدوية بطارية من اللي بتأذي الطائر وكمان بتأذي اللي بياكل الطائر، سواء بياكله طبعا أو بياخد منه بيض. احنا هنا اتكلمنا عن زيادة الوزن، هنتكلم بقى عن ان الثمرة دي بتساعد على زيادة المناعة. الثمرة دي فيها فيتامينات A و B و C، ودول ضروريين جدا لمقاومة الأمراض اللي بتصيب الدجاج، وكمان الثمرة دي بتحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وبرضو بتعالج الأنيميا عند الدجاج اللي هو التقزم وقلة الوزن وصغر الحجم، وبتعالج برضو فقر الدم وبتتسمى قاهر الأنيميا، وبتدي طاقة للطائر تخليه عنده حيوية ونشاط بيدفعوه دايما للأكل والهضم، وده بيزود معدلات التحويلات بشكل كبير جدا زي ما قلنا. الثمرة دي باختصار من الطبيعة وبنستخدمها احنا كبشر في أغراض كتيرة مفيدة، بنعمل منها سلطة وفي مأكولات تانية كتيرة، هي ثمرة البنجر. ازاي بقى نحضر البنجر ده ونستخدمه للدجاج؟ هنشتري 5 بنجرات وننقيهم طازة وحجمهم يكون متوسط، لا كبير ولا صغير، والثمرة الطازة دي بتكون بتتقطع بالسكينة بسهولة. هنقطعهم 5 بنجرات دول قطع صغيرة ونخلطهم في الخلاط مع لتر مية، وبعد كده هناخد السائل بتاع البنجر، يعني هنصفي العصير ده وهناخد السائل بتاعه بس، وهو ده اللي هنستخدمه مع الفراخ. هناخد 5 سنتي من العصير ده لكل لتر مية، وما نزودش عن النسبة دي لأن أي زيادة ممكن تدي نتائج مش محمودة، وهنديهم اللتر مية ده اللي مخلوط بعصير البنجر 2 مرات في الأسبوع قبل وطول فصل الشتاء كلها، ده هيكون تحصين ليهم في فترة البرد ضد أي أمراض، زائد ان مناعتهم هتزيد وهضمهم هيبقى افضل، فهياكلوا اكتر ويكبروا بسرعة اكبر. لايك على الفيديو واشترك في القناة وخد لك نفس اللفة اللي بتاخدها كل مرة، هتلاقي فيديوهات كتيرة جديدة، احنا كل يوم بننزل فيديو تقريبا ويمكن اكتر، ما تنسناش من اللايك والاشتراك، بنفكرك مرة تانية، وخد لك اللفة هتلاقي فيديوهات كتيرة هتعجبك وهتعجب كل مربي الطيور، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.